أحييكم مشاهدينا من جديد. كثيرا ما تلجأ المرأة إلى رجيم قاسي لتتخلص بأسرع ما يمكن من بدانتها، وكثيرا ما يؤذي هذا الرجيم القاسي يؤدي هذا الرجيم القاسي إلى أضرار صحية قاسية. الحديث أكثر حول هذا الموضوع أنتقل إلى زميلتي خلود في الرياض. هلا خلود، شلونك؟ الحمد لله يا قلبي، كيفك انت؟ الحمد لله كويسة تمام. اليوم منورة اليوم. هذا الموضوع جدا يخصني. موضوع الحمية والرجيم. مو انت وحدك، احنا كلنا مع بعض، بس سمعتي احنا روحنا الرياضية. ايه اوكي يا قلبي. يقول لك اتباع الحمية القاسية تؤدي لعدد من الأمراض، على رأسها سوء التغذية، ومع انتشار هوس الحمية والرشاقة في السنوات الأخيرة بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، اختلط الحابل بالنابل والصحي بالتجاري. سنتحدث بالتفصيل على الموضوع هذا في التقرير، ثم نعود إليكم أعزائي المشاهدين. يعد نظام الغذاء القاسي الوسيلة الأسرع التي يتبعها البعض لفقدان الوزن، فعندما ينظر بعض الأشخاص إلى أنفسهم بالمرآة ويلاحظون المناطق الغير مرغوب فيها في أجسامهم، فإنهم يعتقدون أن عدم الأكل نهائيا سيجعلهم يخسرون كيلوغرامات أكثر. إن الاختلاف الرئيسي بين الرجيم القاسي والأنواع الأخرى هو أن الأول يعتمد مدة قصيرة، بينما الأنظمة الغذائية الأخرى مصممة لتساعد الناس على خسارة الوزن والحفاظ على الوزن المثالي عن طريق تناول كميات متوازنة من الأكل لفترة أطول. بالرغم من أن النظام القاسي يبدو الطريقة الأمثل لخسارة الوزن، إلا أن هناك مضاعفات خطيرة قد تحدث جراء اتباع هذا النظام، فالاضطرابات النفسية أحد هذه المضاعفات، والامتناع عن الأكل عند الرغبة الشديدة يؤدي إلى الاكتئاب، وعند استعادة الوزن قد يتعرض الشخص إلى الشره المرضي أو مرض فقدان الشهية. عند اتباع نظام غذائي قاسي يحرم الجسم من عناصر غذائية معينة وتنخفض كمية السعرات الحرارية بشكل حاد، مما يؤدي إلى تجويع الجسم وبالتالي الإصابة بسوء التغذية. معظم هذه الحميات تسمح بالقليل جدا من الطعام الذي يحتوي على الكالسيوم، مما يعرض العظام إلى الهشاشة وهو ما يهدد بكسور العظام. اتباع الرجيم القاسي يؤثر على الأجهزة الرئيسية بالجسم، لأنها تعتمد بشكل أساسي على الطاقة والعناصر الغذائية من النظام الغذائي اليومي لتعمل بشكل صحيح. تلف الأعضاء في الجسم ممكن أن يؤدي إلى فشل في الكبد أو الكلى أو السكتة الدماغية أو الجلطة. مرحبا أعزائي المشاهدين، والحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرني استضافة وردة استوديو، أنا أسميها الدكتورة منى سنان، استشارية التغذية والصحة. نورتينا. شكرا، تسلمي. وهذا لقبك الجديد عندي خلاص. الله يخليك، وانت باقة ورود. ربي حبيبتي، يا ربي يسعدك يا رب. طيب نبغى نعرف احنا ليش شفنا اليوم التقرير، وانت عندك من اول احنا فتحنا هذا الموضوع وانت كنت من اول متحمسه انك تبي تتكلم في هذا الموضوع، لان كثير بتسمعي الاذيه اللي بتصيب السيدات. انت ايش رايك، ايش وجهه نظرك في المخاطر اللي بتصيب فعلا السيدات في اتباع الحميات هذه اللي متحدده على غذاء، متحدده على جداول معينه؟ تفضل. أول شيء بشكركم على طرح هذا الموضوع المهم جدا، وخاصة هلأ لأنه كتير دارج، زي صارت زي فاشن أنه الصبايا والسيدات بروحوا على رجيم سريع وقاسي جدا يعتمد على الحرمان، وهذا من أخطر أنواع الرجيم، لأنه للأسف كل أنواع الرجيم التي تدعي أنه ممكن ينزل وزن أو وزن الشخص ينقص 10 كيلو في 10 أيام، هذا ادعاء غير صحيح، وما حقول كاذب، حقول غير صحيح وغير دقيق. وأيضا خطير، لأنه يحرم الجسم من كتير من الفيتامينات، من البروتينات، من المعادن، ويعرض الجسم لمخاطر عديدة، منها مثل ما ذكروا في التقرير اللي مر أنه ممكن هشاشة العظام مع الوقت، ممكن نقص الحديد، فخر الدم، ممكن أيضا نقص في المعادن المهمة، ممكن يأثر على الشعر، ممكن يأثر حتى على القلب. فإذا الرجيم لا يكون، ياريت كمان توضحي دكتورة منى أن تأثيره الجامد، خصوصا إحنا كالبيئة الخليجية أو بيئة أو بالسعودية بالأحد، أوكي الأدنى، يمكن أكثر نساء عندنا
بما شاء الله اي جدول في الدايت على طول بتلقيها بدون استشاره الطبيب، الطبيب هذا مو معرف في حياته عامه، اوكي؟ فاعطيهم فهميهم الاضرار، لانهم بيهتموا كمان عندنا بالشعر مره كثير، بيهتموا مره كثير في البشره كمان، بيهتموا مره كثير بالعظام، فيا ليت انه يسمعوا منك المخاطر، اسمعوا. اول شيء الرجيم السريع او الدايت السريعه تعتمد انه نحن بدنا ننزل مش وزن بس، بدنا ننزل نخفف الفات او الدهون في الجسم. الدايت السريع الذي يعتمد على الادعاءات الغير صحيحه بيخلي انه يعني بيحرم الناس من النشويات. نحن اذا نظرنا الى نظام غذائي متكامل يجب ان يحتوي على البروتينات التي هي مهمه جدا جدا للجسم، لبناء العضلات، للانزيمات، لكل شيء بالجسم، وظائف اعضاء الجسم الحيويه، وايضا على النشويات. النشويات لازم يكون من ضمن وجباتنا اليوميه 50% نشويات، لانه اذا الجسم ما حصل على البروتينات والنشويات من الأغذية هون بصير مشاكل في العضلات، يعني تكسر في العضلات، وبالتالي اللي بينقص هو كتلة العضل وليس الدهن. يعني هني ما فقدوا دهن، هني فقدوا عضل. وانت بتعرفي قديش هيدا موضوع طبعًا خطير طبعًا. وايضا هذا الوزن الذي خسروه بوقت قريب حيرجعوا يسترجعوا بوقت اقرب. يعني صح فرحوا بوقت قريب خسروا وزن، لكن بسرعه، لانه عودوا جسمهم على الميتابوليزم او على عمليه الايض البطيئه. لا، والشعر حيسترد الوزن. الشعر كمان بيعيش فيه بالضبط. هيدا اول شيء بالنسبه لنزول الوزن السريع، بيقابله زياده سريعه وحرمان الجسم والتاثير على كتله العضل. ثاني شيء طبعا بياثر تاثير سلبي جدا على الشعر، لانه اذا تكلمت عن الشعر 90% من شعرنا هو بروتين. صح. وبالتالي اذا ما في مصادر طعام فيها بروتين، كيف نحن حيكون عندنا شعر جميل؟ صح. الاوميجا 3 مثلا، الاوميجا 3 لها علاقه كثير بالشعر، بجمال الشعر وكثافته، لانه هي مثل مرطب، وانا بتكلم عن بصيلات الشعر، لانه صح في ماسكات للشعر، لكن صح، الاهم الاكل اللي بناكله. فاذا الاكل يجب ان يحتوي على اوميجا 3 اللي بناخذها من الدهون الغير مشبعه، من الاسماك، من الجوز مثلا، بناخذها من الافوكادو. نحن لازم يكون في بحياتنا طريقه معينه، يعني مثلا اول شيء لازم يكون في غذاء متكامل مثل ما تكلمت يحتوي على البروتينات. وانا كنت بسالك اقول كيف يكون التوازن، يكون بالزبط للمراه اللي تهتم فعلا تبغى رشاقتها وتبغى جمالها في نفس الوقت. يجب انه تحتوي وجبه الطعام على البروتينات، على النشويات، على الكالسيوم، الكالسيوم جدا مهم، على الفيتامينات والخضار. جميل. وطبعا المي مهم جدا ايضا. هلا اذا انا تكلمت عن نظام غذائي متوازن، نحن يجب ان نغير العادات الغذائيه. صح. يعني اللايف ستايل تبعنا، طريقه الحياه. صح. مش انه يعني نتعود انه ناخذ هالنظام الصحي ويصير في عنا عاده. أيوة. بلس انه كمان لازم يكون في رياضه. أيوة. الرياضه مهمه طبعًا جدا طبعًا. فاذا النظام الغذائي المتوازن الذي يعتمد على المجموعات الاساسيه من الاطعمه مع رياضه بتخلي الاحتفاظ بالجسم رشيق مع الوقت، مع يعني انه هيدا النظام اذا اتبعني مش بس بنحافظ على الوزن ايضا، وبنحافظ على صحتنا، بنحافظ على الطاقه طبعًا لانه طبعًا. يجب ان نحصل على الطاقه من نحصل عليها من فين؟ من النشويات، من البروتينات، من الدهون. مثلا اذا تكلمت عن النشويات، انا هون عندي مثلا ساندويتش كفطور، ممكن اجيب ساندويتش خبز اسمر تحتوي على الالياف والنشويات، ولكن النشويات المركبه. طب بس نشرح الخبز الاسمر، لان احنا نعرف الحين صار كمان في شكوك عند السيدات تقول لك الخبز الاسمر او البر احنا اللي بنسميه انه لا، ما هو كمان بيتخن، فانت اعطيهم الوزنيه، هو كله بيتخن، كله بيتخن والله. بس انه اعطيهم الوزنيه تكون الصح. يعني اذا تكلمنا عن هيدي مثلا خبز الساندويتش الصغير هذا مع بيضه، البيضه فيها 75 كالوري، البيضه مصدر ممتاز للبروتين. جميل. وايضا للكالسيوم وفيتامين د وفيتامين بي 12. جميل. عند خاصه عند الفطور، لانه كمان من المعتقدات الخطا الثانيه انه الناس اللي ما بتفطر بينزل وزنها، هو العكس صحيح. أيوة. الناس اللي ما بتفطر معرضة لزيادة الوزن 35%، لكن الفطور الصحي يعني ساندويتش مثلا الجبن القليل الدسم، ساندويتش البيض. اذا نظرنا الى هون مثلا، هيدي ممكن تعطينا 200 كالوري. أي. 200 كالوري او 175 كالوري، اذا اخذنا اثنين ساندويتش ممكن يعطوني 300 كالوري. يعني 300 يعني كالوري يعني ممكن تاكل بس قطعتين زي كذا، قطعتين مثلا، وحده بيض وحده اذا بتحب تركي. هيدي بيعطوها اول شيء بيعطوها بروتين، مصدر جيد بروتين، الياف، نشويات. انا قلت لك انه نتجه الى النشويات المركبه. صح مزبوط، انت قلت الخبز الاسمر في كالوريز، في سعرات حراريه، لكن انا عم بحصل هون على كميه اكثر. انا ليش اقول لك كذا دكتوره منى؟ لان احنا عندنا هنا في بيئتنا، انا يعني عارفه، انا يعني على قولهم بنت البلد وعارفه، يوم يجوك السيدات تسمعوا خلاص قليل الدسم، بتدخل السوبر ماركت تمسك لي قليل الدسم، بس بتاخذ بكثافه، يعني تلقيها بتجلس على كيس العيش نفسه بيخلص في نفس الجلسه، ما شاء الله تبارك الله. نحن خلينا نتجه للاشياء بكميات اقل، التوازن هو الاهم. بالضبط. اذا انا تكلمت عن الرز وعن الخبز، هذا جزء من ثقافه
ثقافتنا وحياتنا. صح. نحن كعرب نحن دائما هذا ما بنقدر يعني لا نستطيع ان نستغني عن الارز والخبز والمعكرونه، لكن افضل الكميات. أي. اذا انا بدي اخذ رز ابيض او خبز ابيض اخذ كميه اقل. جميل. حتى الخبز الاسمر، الخبز الاسمر شو بيتميز؟ هو في سعرات حراريه. صح. لكن لانه هو من معمول يعني في الياف. صح. في فيتامين بي اللي هو مهم جدا ايضا للطاقه وللاعصاب. فاذا هون عندي خيار افضل انا. أي. بس مش معناتها انه انا اكل 10 مثلا، اكيد. أي. لا اكيد لا. كمان في عندنا مصادر بروتين رائعه، عندنا مصادر مثلا اذا حدا عم بيعمل دايت دش كتير سهل وممتاز بتحصل وهي عم تعمل دايت. جميل. صحن خضار نضيف له مثلا زي الفاصوليا هاي. فاصوليا. هذه الفاصوليا ممتازة. جميل. لأنه تحتوي على بروتينات ممتازة، تحتوي على فيتامينات، صفر كوليسترول. كل هيدي فيها بس 150 كالوري. أنا معك يا شجرم. أنا ما بستخدم في بيتي إلا النوعية هذه. 150 كالوري فقط في هذا. أيوة. فإذن وبالإضافة إلى ذلك أخذت من هيدا 150 كالوري. جميل. مع 11 جرام بروتين و11 جرام ألياف. جميل. فإذا الألياف أيضا مهمة للرجيم. طبعا. لأنه ما فيك تعمل رجيم أو دايت بدون ما تتناولي ألياف. صح. صح. الألياف تساعد على خفض الوزن. جميل. في أشياء هيك بسيطة ممكن أنه هن يعني يعتمدوها بحياتهم اليومية. أي. بتساعدهم على تخفيض الوزن. نحن قلنا الفطور الصحي. أي. تخفيف الكمية. أي. الكمية كتير مهمة بتلعب دور. الحركة مهمة جدا. شرب. أيوه. كوب من الماء قبل الوجبة. جميل. لأنه بيساعد على أنه يخفف لك 75 كالوري. جميل. بكل وجبة. جميل. قبل الوجبة. جميل. بربع ساعة نشرب كوب ما. ايه. منوفر اذا خلينا ثلاث وجبات وفرنا 100. تصحيح منك سريع. على موضوع طبعا عندنا صار موضوع كوميدي في السعوديه، فافجر القنبله الحين. اوكي. هو الخل اللي بياخذوه على الريقه الصباح بتلقيها كيف شايفين هي بتتعذب انواع العذاب. اوكي اسمعوا، الخل اللي باخذوه على الصباح، كمان ايش كمان احنا تكلمنا قبل ما نطلع الهواء في اشياء يعني في اشياء كثيره بس منها. لكن الخل هو اهم شيء. الخل هو شوفوا ايش بيسوي الخل اللي بتعذب نفسه. تفضل. الخل طبعا في فوائد. أيه. لكن انا اذا بتكلم ما في ولا اثبات علمي يثبت انه الخل يساعد على انقاص الوزن. انا اليوم طبعاً. كنت عم بتطلع على ستاديز، في بعض اوبزرفيشنال ستاديز. أيه. يعني ملاحظات انه الخل بيساعد شوي مع الوقت طويل. أصلاً. لكن كام ممكن ينزل كيلو بالاربع اشهر. ما هذا اللي عم فتش عليه. بالاضافه الى ذلك بحذرهم تناول الخل بكميات كبيره. قد يسبب اعاقه لامتصاص البوتاسيوم، وايضا بيتعارض مع بعض الادويه. صح. فاذا انا ما بيجي باخذ خل، انا بضيف الخل على صحن السلطه. اوكي. بيضيفوه على مويه مغليه. ابدا ابدا. لازم نضيفه فقط على صحن السلطه. له فوائد ممكن انه يساعد شوي على ضبط مستوى السكر. بعض الدراسات اشارت الى ذلك. لكن ما في دراسه ولا دراسه اشارت انه بينزل الوزن. فاذا تجنبوا الخل في اشياء كثير اهم. جميل. بتنزل الوزن مثبت علميا. صح. مثل ما قلنا التوازن في الطعام، التوازن تناول في الطعام، كل مجموعات الطعام. صح. الفطور الصحي. صح. الخضار والفواكه، الحركه والنوم باكرا. طبعا يعطيك العافيه دكتوره منى، وانت دائما والله انا حاسه فيك، انت دائما ما تحرمينا بس اللي يفهم. اسمعوا يا سيداتي، ان شاء الله كلهم بيفهموا وبيعرفوا. انا عارفه وحيطبقوا. لا وخصوصا جمهورنا عسل وسيداتنا. بالزبط. عسل. بالزبط. يحبون الجمال ويحبون الدلع. شوفوني انا دبه ما عادي يعني، بس اهم شيء الراحه والحركه بركه والاكل التوازن. وما عليك والانثى جميله جميله حتى لو كانت كالبوظه. يعطيكم العافيه. وفاصل واصل بقيه برنامجنا سيدتي. في سيدتي بعد الفاصل اخبار مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سيدتي على الفيسبوك والتويتر.